إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لم يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو ماء البحار بجمعها، كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره، للبدر ولى واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلا، وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسفا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، نعيش الآن مع حسن الختام وطيب الكلم آيات البينات يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ مصطفى أحمد هجرس، عالم التلاوة مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بشبرا النخلة، مركز بلبي الشرقية. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون السماوات وما في الأرض
عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لَمْ كُلَّتَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماء والأرض
صلوا عليه عشان خاطر المشيرة العظيمة الكريمة ستنا السيدة زينب. ما شاء الله يا النبي كان من المساكين يا شيخ مصطفى. الله يرحمه. توكل على الله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. اللهم صل على سيدنا النبي. الله أكبر. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض
فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك والأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة زيادة في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي وضع على الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى الأصوات فخشعت، وعلى الملائكة فسجدت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب غمنا وحزننا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا، وأن تذكرنا منه ما نسينا، وأن تذكرنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع مسك الختام والتي تلاها على أسماعنا علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وأصغر قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهذه البلد الطيب أهله، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى أبو هجرس، القارئ والمقيم بشبرا نخلة مركز بلبيس. نقلنا هذه الليلة القرآنية المباركة عبر أسير الموجات الصوتية والهندسة الكهربائية وكبرى مخازن الفراشة الحديثة ومحطات الديزل الكبرى لصاحبهما الحاج السيد أمين والمقيم بميت حبيب. شكرنا أيضا للبوفيه والخدمات الفندقية المتميزة إدارة المتر خالد النحاس والمقيم ببني هلال مركز بنية المحشرية. كان معنا مصورنا عبر شاشات الإنترنت إدارة المهندس ناصر صلاح والمقيم بمدينة الزقازيق. إخوة الإيمان والإسلام، ولا نمتلك من هذا المكان إلا داعين المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهمه دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده، وجيرانا خيرا من جيرانه، وأن يملأ قبره بالنور وبالمسك وبالرياحين. إخوة الإيمان والإسلام، وبهذا الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.